عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كل اللي بيسمعني، معكم الأستاذ صفاء أمي صفاء من قناة اليوتيوب. اللي بيسمعنا لأول مرة وجه الفيديو ما ينساش يشترك وفعلنا الجرس للتعبير عن الوسيلة الإعلامية المفضلة وأهميتها مبرزا سبب إقدامك عليها مدعما رأيك بالحجج والبراهين. هنتكلم عن الوسيلة الإعلامية المفضلة لدي وهتكلم عن أهميتها والسبب يعني إقدامي عليها، وكمان هنوصف الحجج والبراهين يعني الحجاج، هيكون الموضوع بنمط حجاجي. وبرزا برضه هيكون في تفسير، يعني الحجاج يخدمه التفسير او تفسير حجاج. مقدمه اترك فراغ مسافه كلمه. الوسيله الاعلاميه هي اداه او وسيط يستخدم لنشر المعلومات والمعرفه والترفيه، وتتنوع وسائل الاعلام ومنها الصحافه المكتوبه والاذاعه والانترنت والتلفاز. ومن الوسيله المفضله لدي هي الانترنت. مقدمة تعريف الوسيلة الإعلامية أنواعها، وذكرت الوسيلة المفضلة إلي في المقدمة، ذكرت الإنترنت. يمكنك أن أنت تغير الوسيلة الإعلامية المفضلة لديك. العرض هتكلم عن مميزاتها وسبب إقدامي عليها. تتميز الإنترنت أو يتميز الإنترنت بعدة إيجابيات، فهو يتميز بتنوع محتوى حيث يشمل الأخبار والتقارير والبرامج الترفيهية والثقافية والتعليمية، فذلك وسيلة مهمة للوصول إلى المعلومات بسرعة كبيرة. يعزز التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم. أصبحت شبكة الإنترنت لا يستطيع الإنسان اليوم الاستغناء عنها، إنها شبكة فعالة تنمي المهارات والهوايات، توفر الوقت والجهد. وبناء على ذلك أرى أن الإنترنت وسيلة إعلامية مهمة، حيث تساهم في رفع الوعي الثقافي والحضاري، ولذلك أحرص على متابعة المحتوى الإعلامي على الإنترنت بشكل مستمر. الإنترنت من أفضل ما توصل إليه الإنسان في العصر الحديث. وإن كنت تبحث عن وسيلة إعلامية توفر لك مجموعة متنوعة من البرامج وتلبي الاحتياجات، فإن الإنترنت هي خيار جيد. وإذا كنت تبحث عن وسيلة إعلامية توفر لك مجموعة متنوعة من البرامج وتلبي الاحتياجات، فإن الإنترنت هو خيار جيد. الإنترنت هو خيار جيد. المقدمة تعريف الوسيلة الإعلامية أنواعها وذكرت الوسيلة. العرض هنا بيقول لك أهمية الوسيلة الإعلامية المفضلة، أهميتها عدة إيجابيات. يتميز بتنوع محتوى يشمل الأخبار والتقارير والبرامج الترفيهية والثقافية والتعليمية. وسيلة مهمة للوصول إلى المعلومات بسرعة كبيرة. يعزز التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، لا يستطيع الإنسان أو أي شخص الاستغناء عنها. شبكة فعالة تنمي المهارات والهوايات، دي كلها الأهمية وسبب إقدامي عليه. توفر الوقت والجهد. وبناء على ذلك أرى أن الإنترنت وسيلة إعلامية مهمة تساهم في رفع الوعي الثقافي والاجتماعي، ولذلك أحرص عليها، ده سبب إقدامي. اترك فراغ او بيات مسافة كلمة، بداية المقدمة وبداية العرض وبداية الخاتمة. اشكركم شكرا جزيلا لحسن استماعكم. لا تبخل على اللايك الاشتراك ومن تحليل القناة، دعم لنا نستمر في نشر المزيد ان شاء الله. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.